نظم مركز أبي موسى الأشعري لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الإسلامية مدينة إريبا التابعة لإقليم وادي فيرا حفلاً تكريمياً ل18 خريجاً وخريجة حفظوا كتاب الله العزيز، حيث جرت المناسبة وسط حضور كبير من الأسرة والعلماء والمسؤولين الإداريين والتقليديين بالمنطقة. تقرير آدم حسن المكاوي. بالجملة 185 حافظا وحافظة لكتاب الله تعالى تم تخريجهم من مركز أبي موسى الأشعري لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بمدينة إريبا بإقليم وادي فيرا بحضور مؤسس المركز الحاج عبد المجيد حسن حجار وسلطان المنطقة الطاهر حجار وممثل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الجوني جدة محمد عبد القادر. وبهذه المناسبة قدم الشيخ أحمد شرف الدين كلمة باسم مؤسس المركز والمديرين فيه، رحب فيها بالحضور وأوضح بأن مركز أبي موسى الأشعري منذ تأسيسه في العام 2007 من قبل ابن المنطقة عبد المجيد حسن حجار، فقد تخرج منه العديد من حافظة القرآن الكريم وانتشروا في المنطقة وقاموا بتأسيس الخلاوي والمراكز القرآنية. كما سمحت المناسبة لرئيس المجلس الفرعي للشؤون الإسلامية فرع إريبا الشيخ خاطر عبد الرحمن تندي ومدير معهد طيبة الشيخ يوسف رمضان أنس بتقديم الشكر لمؤسس المركز ومعاونيه من المدرسين فيه على الجهود الجبارة التي بذلوها في تسيير هذا المركز بشقه للبنين والبنات، سائلين الله أن يبارك في جهودهم ويجزيهم خير الجزاء. على أن هذا المركز يقوم عليه ناس كرسوا حياتهم وسخروا هذهم في خدمة كتاب الله تعالى. وكما قدم الخريجون الحفاظ كلمات عبروا فيها عن شكرهم العميق لإدارة المركز على ما تلقوه من تكوين وتأهيل خلال دراستهم فيه. من جهته ممثل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ الجوني جدة محمد عبد القادر فقد شكر باسم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مؤسس المركز عبد المجيد حسن حجار، وقال إن هذا العمل يدخل ضمن اهتمامات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وهي نشر كتاب الله وتعليمه لأبناء المسلمين. إن المجلس الأعلى للإسلامية يوم سياسته، سياسته تنصب في خدمة الوطن والمواطن عموما وخدمة الإسلام على وجه الخصوص، وبالأخص النهضة بحملة كتاب الله. وهذا المعهد الذي أسس لإنقاذ ودمج حملة كتاب الله في المجتمع الطريق طويل. الآن هم الآن في القنطرة الأولى يوم التخرج، ماذا بعد التخرج؟ هيا يا شباب إلى معهد طيبة. وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية المناسبة وزعت شهادات شكر وتقدير وعرفان وشهادات حفظ القرآن الكريم للخريجين، ولمثل هذا فليعمل العاملون.